مرحبا بك عزيزي المشاهد، واهلا وسهلا بك في حلقة جديدة وفي ليلة جديدة وفي سحر جديد، ونحن في العشر الأواخر من رمضان. هذه الليالي التي كنا ننتظرها منذ سنة كاملة، التي فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. هذه الليالي التي هي ليالي القدر، وأرجو أن لا نسميها ليلة القدر، لأن أعتقد ليلة القدر هذه الليلة العظيمة التي يجزي الله عليها جزيل العطاء لا يمكن أن تختصر بليلة واحدة. فأعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني هذه الليلة عليك أن تسخر عمرك كله حتى تحصل عليها. فقال القرآن هي خير من ألف شهر، خير من 80 سنة، خير من عمر كامل يعني. وبالتالي الإنسان قد يبقى عمره كله يسعى للحصول على هذه الليلة، وقد يجدها وقد لا يجدها، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع ليلة في 10 أيام. فلنتبتل، فنشد المئزر كما يشد الرسول كان المئزر في العشرة الأخيرة، علنا نحصل ونحوز على هذه الليلة. والندع إن ليلة القدر فلان يوم 21 لو 23 لو 25 لو 27 لو 29 هي في الوتر أو الشفع. لماذا؟ أنا لا أعتقد أن هذا فيه شيء من الحكمة. هي ليلة عظيمة تستحق منا 10 أيام. يعني خلاص أنت بليلة القدر تجي تقعد تدعو ربك وخلاص الله راح يسامحك وخلاص، والباقي أنت تكون يعني أعتقد أن الله يجزل بالكل ولا يجزل بالبلا. يعني في حالات معينة الله سبحانه وتعالى قد يجزل العطاء على فعل عظيم، وقد يكون هذا الفعل يعادل جهدا كبيرا جدا، ولكن لا يعني أنك في هذه الليلة فقط تتبتل وتتقرب إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيك كل شيء وفي الباقي لا. أعتقد هذه ليست فيها منطقية الإسلام، لأن الإسلام يعني الله سبحانه وتعالى عندما أنزل دينه قال عليكم أن تصوموا كل شهر وأن تصلوا يوميا 5 أوقات وأن تحجوا وأن تعتمروا وأن تقدموا البر وأن تأمروا بالمعروف وأن تأمروا وتنهون عن المنكر. يعني جملة مفردات وأفعال كثيرة، هذه هي إن اكتملت تكتمل بليلة القدر، إن قبلت هذه قبل ما تقوم به في ليلة القدر. يعني القصد أنه لا يتصور البعض، وأنا أقول طبعا حتى من الأغلبية الجالسين أمامي يفهمونها، لا يتصور البعض بأنه هو يسوي كل شيء والله بليلة القدر دعيت والله استجاب لي. أجاوب كلا. هذا يعني كل واحد يسوي كل شيء ويقتل ويذبح ويزدي ويسرق ويكذب وهذا، ويجيب ليلة القدر يحددها فلان يوم يجي يقول اللهم ويسامحه وانتهت، ويرجع يقتل ويذبح ويزدي ويسوي غابة وحشية. يعني راح تحول الإسلام إلى مجزرة يعني خلاص، لأنه أكل ليلة واحدة خاصة لا تصوم ولا تصلي ولا 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 تمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر وتشرب الخمر والعياذ بالله، وهذا والله أكل ليلة. يعني مثل ما البعض الآن يقوم يقول لك أنا روح الحج الله يغفر الذنوب ويرجع يسوي غيره، يقول لك أنا جاي فريش بعد ما عندي ذنوب. يعني هذا تضحك على منو أنت؟ يعني تضحك على من؟ تضحك على خالقك وبارئك، هذا خلق الكون كله تضحك عليه أنت؟ ألا يعرف النفس وكل مكنوناتها؟ شو أنت؟ هاي تمشيها على الزحاطيت ما تمشيها والله أني أروح هذا. وبعدين هو قاعد بالحج، يعني مرة يعني حتى من أنتو يعني نوبات تطلع بالفيديو أشياء، واحد والله مرتشي
مسؤول والله حصتي لا لا قل له قل له إذا ما ينطينا 5 مليون ما تمشي، أنا هسه بالحج ويم بيت الله، إذا ما هذا ما تمشي إن شاء الله، لا 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 يعني حتى توقف المستشفى، يلا وقف مستشفى لخدمة الناس أو مشروع إذا ما تعطيني 5 مليون دولار، وهو يم الحج يعني ما يعني تضحك على من يعني تقشمر منه أنت يعني شنو حج شنو مشروع شنو أنت جاي يعني. فالقصد الإسلام أخوان لا يتحول، ولو الآن كان قبل الحج له معنى، ولو الآن كلها صارت الحج والعمرة والغيرها وغيرها والأشياء، أتمنى أن تعود هذه الطقسية إلى تبتلها وطبيعتها. نحن نريد أن نأخذ من ليالي أبي الحسن عليه السلام في مصابه، هذه الليالي هي مكرسة لأبي الحسن، رغم أننا لا تمر ليلة من حياتنا ومن برامجنا ومن كتاباتنا ومن تدريسنا ومن 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 إلا وكان لأبي الحسن شيء أبدا إطلاقا. فأبي الحسن كان ضياء عاليا وهاجا أضاء لنا الدرب في كل اتجاهات، علي بن أبي طالب منهجا، علي بن أبي طالب لم يفهم بعد، ويجيك فرحانين أنا سد أشوف طبعا عذروني يعني شوية إذا أنتقد بعض الأشياء البسيطة، خابصين الدنيا هسه بالفيس والإنترنت، قال مصطفى العقاد النوام علي قال كلمته العظيمة فزت ورب الكعبة، هاي قالها العقاد، منو العقاد؟ منو العقاد؟ والعقاد قال فزت ورب الكعبة، الإمام علي قال منو العقاد؟ شنو العقاد؟ ومخبوص الدنيا، هذا التفكير الشيعي الساذج والله، انه ما دام او مثلا النوبات يطلعون في 10 محرم قال ما سنيون ان الحسين كان ثوره طرم طرم، وقال جيمس فلان يعني هي منو جيمس ستيوارت منو جيمس فلان منو جيمس فلان، هم نفسهم دول قالوا بممثلات كلام اكثر، شنو الموضوع يعني شنو هالعقده الدونيه يعني ما دام ذكر جيمس ستيوارت ذكر وقال ما سنيون خلاص صار الحسين عظيم، اخوان هذه شنو منو ذوله؟ والآن الفيس ما عند العقاد، قال العقاد شنو العقاد؟ عنده كتاب عن معاوية أيضا، عنده عظمة علي وعظمة عمر وعظمة أبي بكر وأيضا كتاب عن معاوية، شنو العقاد؟ يعني أدري العقاد أنا أجيب رائع أحترمه جدا، بس هو ليس مثالا مطلقا بحيث نترك كل شيء وخلاص، العقاد قال بحق الإمام علي هاي الكلمة، منو العقاد مقابل الإمام علي؟ إخوان شنو هالدونية؟ وتشوف لك الفيس مخبوص قال العقاد، وطبعا هو المقالة مو العقاد، المقالة مو العقاد، أسلوب العقاد أنا عرفه، والعقاد لا يقول عليه السلام ولا يقول هذا، عالم الواحد يعني موالي وكاتبها وحط بها العقاد على أساس أنه يتصور هذا الساذج المحب انه بهاي الطريقه راح يجمل لا يا اخوان، لا يا اخوان، لا يا اخوان، علي اكبر او فدشي، راح تستغربون من قولي هذا. كثير الان من الاخوه المسيحيين خاطر يطش بين الشيعة، قال علي وعلي عظيم، اخي زين اوكي شوفوا هذا المسيحي زين، اخي انت ما دام انت معجب بعلي زين ليش ما تصير من اتباع علي؟ يعني اذا هيك علي عظيم وداخل قلبك ومفجر بيك كل هاي، هي شنو هي متي طشته تسوي لي كتاب خاطر ينباع بلبنان والعراق وايران ومدري شنو؟ لا اخوان الاجدر بيك انت ما دام معجب بعلي بهذا الاعجاب، وعلي صنيعه محمد ومحمد صنيعه الله والقران وعلي صنيعه القران، خلاص انا معجب بشخصيه اوجدها القران وجد هذا خلاص، هي بس مو الطش. سوي ناس مسلمين يكتبون عن جيفارا، جيفارا يعني جيفارا، علي كاتب عن جيفارا، كاتب عن الشخصيات ايضا ماركسيه او مثلا ثوار عظماء وقاتلوا من اجل شعوبهم، معناها يعني اكتب عليهم كناس ثائرين، لا اكتب عنهم بانهم منهجهم كذا وكذا وكذا وكذا، يعني كثوار يعني. فالقصد لا تخلينا سذج هيجي والله فلان مسيحي، شوفوا هاي المسيحيه تطلع بالفيس تحكي عن الامام علي، اخواننا المسيحيه شو يعني
يعني شنو البطولة؟ شنو العظمة؟ شنو ليش وعلي يحتاج شهادة مرور من جاكلين لو من فلان لو من فلان لو من ماسيون؟ علي نحن وضعناه في خانة ضيقة. علي اخوان لحد احنا مدارسي. انا في كتابي الحكمة عند امام الحكمة علي بن ابي طالب فصل كامل عن مقولة قالها الإمام علي، مقولة واحدة تستحق أن يكتب عنها ملايين الكتب. إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني. هذه المقولة أخوان هي مختصر كتاب كارل ماركس رأس المال فائض القيمة. هذا ماركس اللي كون الفكر الشيوعي بالقرن التاسع عشر بمقولة فائض القيمة. هاي الإمام علي حكي عليها قبل 1400 سنة، فائض القيمة، هاي فائض القيمة. يعني هذه ممكن تكون فكر، هاي المقولة لوحدها تكون فكر سياسي واقتصادي واجتماعي. هذه المقولة فقط لعلي بن أبي طالب تكون فكر. كارل ماركس كتب رأس المال هاي كبرى وصعب الفهم، كتبها يعني رأس المال نتكلم فيه عن فائض القيمة اللي باختصار يعني القيمة الأشياء. يعني هذا مثل كتاب قد يكون قيمة تنباع بخمسة آلاف، بس هو شقد بيه مواد؟ مواد كلها ما بيه 200 دينار وطبعه بتكلفة 200 دينار والجابوه ونقلوه مدري شنو كله ما يكلف 500. البائع والتاجر يبيعها بخمسة آلاف، 4500 هذا فائض قيمة. هذه هي حق العامل، العامل انطاه 200، عامل المعمل والورق وهذا، هذه يسموه فائض قيمة. طبعا ده ابسطها كلش حتى لامهاتنا واخواتنا البسيطات والاميين وغيرهم، هذا فائض القيمة. هذا يتكلم عنه كارل ماركس وكون الفكر الشيوعي كله وكون الاشتراكية العلمية واللي سوت دول عظيمة في الاتحاد السوفيتي أيضا في الصين وكوريا وفيتنام وكوبا وغيرها، وصوت هذا الفكر العظيم. أبو الحسن اختصر رأس المال بمقولة بسيطة، مقولتين: ما رأيت قصرا شاهقا إلا وبجانبه حق مضاعف. مستحيل هذا القصر الشاهق العظيم مستحيل يأتي بجهود شخصية أبدا، هذا لازم مأخوذ من حقوق الآخرين، حقوق العامل اللي بناها، حقوق المعمل اللي ملكه، حقوق الفلاح الأرض اللي أخذ صارت بآلاف حقوق، حقوق هاي كلها حقوق الناس ما أعطاهم حقهم، وصار لو معطيهم حقهم كان صار بيوتهم محترمة وبيتك أيضا محترم، بس مو قصر عالي، كان صار أكو توازن اقتصادي. هاي اختصرها أبو الحسن. احنا ضيعنا أبو الحسن أخوان وظلينا مكيفين، قالت جاكلين، قال فلان مسيحي، قال ماسنيون، ويطلعوني هذول السدج بالفضائيات اللي هسه عنده فضائيات، قالوا في الإمام علي برم برم برم. شنو قال؟ منو؟ منو فلان؟ قال فلان. نفس نوبات أنا أشوف شخصيات. هذا اللي قال الإمام علي كان شخصية فذة، حلو، راجعوا تاريخه تشوفوا، قال بمارلين مورنرو ممثلة قال كلمات عظيمة أيضا. شنو هذا خطر آني؟ منو هذا؟ شنو عقدة الدنيا للغرب؟ والله ما دام جيمس مايكل، شنو جيمس مايكل اخوان؟ هذول منو؟ جسمه ما يعرف ينظف هذا. تجي تقول لي والله قالها ولا شو؟ اخوان يجب ان نعلو بعلي ونسمو بعلي. هذا علي اسم على مسمى. هذا الذي سماه محمد، أمه كانت تريد أن سميها رضوان الله على فاطمة بنت أسد، كانت تريد أن سميه حيدر، قال لا لا يا أمه إنه علي. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيز المشاهد مرة أخرى، ونحن نتحدث عن أبي الحسن، باب مدينة علم رسول الله، مفسر القرآن، شارح القرآن، القرآن في الحياة العملية كانت على يد أبي الحسن. الرسول أولا
ثم بعد ذلك كانت على يد علي بن أبي طالب. هذه الشخصية إن فهمتها بشكل علمي صحيح كما يريد هو فإنك والله فهمت الإسلام. ولذلك يجب أن ننظر لأبي الحسن نظرة علمية دقيقة ونبتعد عن تلك. لذلك أبو الحسن قال هلك في رجلان مبغض غال ومحب قال، محب غال ومبغض قال. يجب أن تنظر إليه نظرة علمية يعني تتفق مع الأسس التي جاء بها الله ورسوله، حتما ستجد أشياء عظيمة في الحياة. علي بن أبي طالب مدرسة لم ننهل منها لحد الآن شيء، هو بحر لجي من الأفكار والقيم والفلسفات، ونحن لحد الآن على شاطئ ذلك البحر نلعب بالحصى ولا ندخل البحر. إذن كم هو عظيم هذا البحر، وكم هو عظيم علي بن أبي طالب الذي لم نعرف. أي كل يتحدثون عن علي بن أبي طالب من محبين، ولكن من تسأل عن علي بن أبي طالب لا يعرف أشياء بسيطة. علي بن أبي طالب زوج البتول، أبو الحسنين، ابن عم الرسول، أول من أسلم، قتل عمرو بن الود العامري، قتل مرحب وبالخندق، وكان فارسا في بدر وفي أحد وفي الخندق، واستشهد على يد المجرم عبد الرحمن بن ملجم. وبعد شنو؟ ماذا قال؟ ماذا فعل؟ يعني وبالتالي قد يعرف له حديث كلمتين ثلاثة أخرى، خلاص هذا علي بن أبي طالب. هذا علي؟ هذا علي يعني معقولة؟ هذا الفكر الإنساني أنت تقدر تعرف عظمة علي من خلال هذه البغضاء التي كانت لعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب قد جرد الآخرين من عقدهم بحيث خلاهم يتحولون إما إلى حق، البعض منهم إلى حاقد أو حاسد أو كاره أو محب أو متابع أو موالي. علي بن أبي طالب في صدر الإسلام كان قد جرد الآخرين من عقدهم وجعلهم يجرحون ينظرون إليه. فلذلك الإنسان الذي فيه زيغ وعقد يكره الإمام علي بالتأكيد. الذي لا يحب الحق يكره الإمام علي. الذي إيمانه ضعيف يكره الإمام علي. الذي يريد أن يأخذ من الدنيا أكثر مما حدد له الله يكره الإمام علي. الذي آمن كان منافقا يكره الإمام علي بالتأكيد. وتلاحظون الكراهية هذه ظهرت في زمانه وما بعده، لكن مع ذلك علي بن أبي طالب أظهر المحبين، أظهر المفكرين الذين كان. شوفوا محبي علي بن أبي طالب وأصحاب علي بن أبي طالب من؟ من الصحابة مثلا، هم أعظم الصحابة، أعظم الصحابة، حتى أن الرسول قال هذا وشيعته هم الغالبون يوم القيامة. يعني شوفوا من المحبين لعلي بن أبي طالب، من المقربين لعلي بن أبي طالب، ودرسوهم. ليست بهم عقد، إيمانهم عميق، حبهم لله ولرسوله وللقرآن، تفانيهم من أجل هذا، أنقياء أتقياء في إيمانهم، لأنهم هذا هو المعيار. علي خصيم، علي معيار الجنة والنار في الدنيا، في الآخرة الله يحكم بينهم. الحق مع علي أينما دار. يا علي لا يبغضك إلا المنافق ولا يحبك إلا مؤمن تأكيد. إذن أكو معيار، يحب علي هو مؤمن، وليبغض علي منافق ولديه. يعني واحدة من الصحابيات كان زوجها ابن يعني أراد هم بالخروج، فقال مرة لا أريد أن أراه. قالت من هذا الذي جعلك يعني؟ فتح الباب وشاف، قال هذا ابن أبي طالب مرة من هنا. قالت وتبغضه؟ قال نعم أبغضه. قالت إذن طلقني الآن. قال ولما؟ قال أنت منافق، لأنه سمعنا رسول الله يقول لا يبغضك إلا منافق، فأنت ما دامك تبغض علي بن أبي طالب فأنت منافق، طلقني أنت منافق. ودي على ذلك تكره علي بن أبي طالب.
قد يقول قال هذا تأليه. لا لا أخوان، ليس تأليه. علي يمثل ميزان الحق ونبراس الحقيقة، وذلك من الذي لا يتفق مع خط علي بالتأكيد ليس بمؤمن حقيقي، فيه زيغ أو عدم فهم في أبسط الحالات، وفي أحسن الحالات وفي أشرف الحالات هو عنده قلة فهم في هذه الأشياء، وهذا معذور يعني، معذور يعني. ولذلك فإن علي بن أبي طالب أصبح له محبين بشكل هائل ومبغضين له بشكل كبير، وهذا يؤكد بأن البشر فيهم نفسيات سيئة جدا ونفسيات رائعة جدا ومؤمنة جدا، والمعيار الذي أوجده الله سبحانه وتعالى ورسوله هو علي بن أبي طالب لأن يكون واضحا أمام الآخرين. وتلاحظون ولذلك كل الذين حقدوا على الرسول وكل الذين حارب الرسول هم نفسهم الذين حقدوا على علي وحاربوا علي، نفسهم، نفس الشلة، نفس الأخلاق، نفس الدوافع. ولذلك علي بن أبي طالب كان قد ترك أثرا كبيرا جدا. علي بن أبي طالب قد يقول قال أنتم تبالغون تقدسون علي، لا لا أخوان احنا ما عندنا هاي الشغلة، ولكن علي ربيب محمد، نحن نقدس محمد، نحن نقدس القرآن، ومحمد صنيعة القرآن وعلي صنيعة محمد، يعني احنا نقدس علي لأنه صنيعة محمد، يعني احنا ما نقدس علي لأنه متجاوز عن النبوة وحاشا، لا، بل لأنه صنيعته. علي ولد وعاش في بيت النبوة وتعلم في بيت النبوة وتربى في بيت النبوة، بل إنه عاش النبوة. قد يقول قائل كيف كل المسلمين تعرفوا على الإسلام بعد أن أعلن الرسول الإسلام، بعد أن نزل عليه الوحي في غار حراء، الناس عرفوا أنه أكو شيء إسلام، وقسم منهم لا يؤمنوا. على فكرة الرسول بقى 5 سنوات في مكة لم يؤمن به سوى 40 واحد فقط، 5 سنوات في مكة لم يؤمن بالرسول سوى 40 واحد، 40 فقط آمنوا بالرسول في السنوات الخمسة الأولى. إذن كم كان العنف وكم كان عدم الفهم وكم 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 واجه الرسول من مشاكل. بعدهم أكو ناس كانوا من أشد أعداء الرسول، بعدين آمنوا، عمر وخالد وغيرهم كانوا من أشد أعداء الرسول بعدين آمنوا يعني، فتعرفوا على الإسلام، مصاربهم 40 قد قل 50 قد أهرى. لكن علي خلوا بالكم من هاي النقطة، قبل أن ينزل الوحي علي بن أبي طالب كان يذهب مع الرسول إلى غار حراء يتعبد، هو كان دائم يساعده ويجيب له أكل وروح ويجي، هو كان اللي نبات يبات وياه في غار حراء، وكان يدعو ربه وهو يمه طفل يمه، وكان يمه يرفع حمات إيده وياه ويسأله، كان طفل ذكي جدا، فقال هاي شنو يعني، قال لك كذا، فزقه الألوهية والدين زقا وهو طفل. فكان شي يسوي الرسول يسوي وياه ويعلم، يقول له يا علي هذه كذا 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 كذا، وكان يفكر بصوت عالي مع 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 علي. ولهذا علي من هو طفل بعد ذلك من نزل الوحي، هو قبل ما ينزل الوحي علي منمط بالنبوة مع محمد، يعني يسير بهدى الرسول ويعلمه الرسول ويهديه الرسول، وبالتالي علي بن أبي طالب عاش وولد مع ولادة النبوة. يعني فرق بين الإمام علي والرسول 30 سنة، لأنه من جاءت البعثة الإمام علي كان عمره 10 سنوات، الرسول كان عمره من ولد علي 30 سنة. فمنذ 30 سنة الرسول كان مواظبا على العبادة وترك الأوثان وعدم القناعة، هذه الفترة كان علي معاه وعايش وياه وبحضنه وهو أبوه،
هو كل شيء، هو اللي شالها. قلت لكم سابقا أنه عندما ولد علي بن أبي طالب جاء رسول عليه الصلاة وعلى آله السلام إلى أمه فاطمة بنت أسد. الرسول قال: اللهم ارحم أمي فاطمة بنت أسد أم الإمام علي، فإنها أطعمتني قبل أن تطعم أبنائها، كستني قبل، يعني يصف فضائل فاطمة أسد، لأن هي كفلته بعد وفاة آمر بنت وهب وهو طفل، كفلت فاطمة بنت أسد يعني زوجة أبو طالب. ولذلك هرع الرسول عندما سمع بأن علي بن أبي طالب ولد في الكعبة، وجاءت به أمه لترضعه في البيت. قالها: هل أرضعتيه يا أمه؟ قالت: بعد. فقال: أعطيني. فأخذه ووضع لسانه الشريف في فم الإمام علي. طبعا الطفل أول شيء ما يضع بحيكه يقوم يمصه، فأول شيء يعني بدأ يمضغه الإمام علي كان لسان الرسول ورضاب الرسول، دخل إلى جوفه. هذه مو تصرف، يعني هي ما صاير بالتاريخ، لا قبل الرسول ولا بعد الرسول. واحد جاء طفل وقال لهم انطونا حط لساني بحي. حتى الآباء هسه أكو واحد جاء أب قال لمرته تعالي انطيني ابني دا حطي مص لساني، يعني أكو مصير. هل سمعتم يعني غير هذا؟ وليش محمد سواها؟ محمد الرسول عليه الصلاة والسلام أكو حكمة. الرسول يعني كان يعرف بأن هذا الولد سيأخذ منه، وذلك أول شيء دخل جوفه. هنالك إشارات أن هذا الصبي وهذا الطفل ستكون له منزلة عظيمة مع رسول الله. وذلك تلاحظون منزلته العظيمة عند الله ورسوله وبغضه الكبير من قبل السيئين. هو من اللي كره علي؟ يعني من اللي كره علي؟ مروان وابن مروان ومعاوية وأخوته، ومن ذول الكرهه يعني من اللي كرهه؟ والمنافقين وأيضا السيئين اللي التفوا حول معاوية، منو هذا؟ وذلك طبعا ذول ما يحبوا، طبعا يكرهونه يعني. وذلك يعني مرة خليفة عمر كان يسير وكان معه ابن عباس، قال: والله إنني أفكر بالخلافة من بعدي، والله لو مصعب بن عمير باقي لوليته، فقد قال الرسول بحقه كلمات، مصعب كان كذا، والله لو كذا عكرمة والله لوليته، والله لولا الزبير لولا يتاجر لوليته، والله يعني فلان طلحة لولا أنه لو وليته لمسك أصبعه وقال هذه قطعت في معركة أحد، ولا يخطب بالناس ويقول هذه أصبعي هذا أصبعي، هكذا قبل يعددهم لابن عباس. فقال: شو ما سألتني، ما قلت لي على علي بن أبي طالب، شو ما قلت لي؟ قال: والله أنا أستمع لك يا خليفتي رسول الله، دعني سألتك يعني. ماشي أنت متريد، يلا زين. وعلي يا والله إن قريش كرهت أن تكونوا فيكم، أن كرهت فيكم الناس الإمامة، أن تكون فيكم النبوة والخلافة، ليش يعني؟ وعلي يعني أكو ناس تبغضه يعني، زين ليش تبغضه يعني؟ فهذه كانت واضحة، واضحة للعيان أنه أكو بغض لعلي من قبل البعض، وهؤلاء الذين بغضوا علي كانوا هم منافقين. كان معيار. ولذلك يعني كانت صراعا بين حق وباطل. فعلي بن أبي طالب تحمل أوزارا كبيرة، وأراد مع ذلك
شوف أبو الحسن، عظمة أبو الحسن، وقامت الدولة بعد سقيفة بني سعد، هو إلى موقف الرجل يعني عنده موقف، لكن مع ذلك وقف إلى جانب الدولة الإسلامية. من جاء أبو سفيان قال يا علي كيف تذهب عنا ونحن قريش، والله مرني أملأ لك الصحراء رجالا وسيوفا. قال له شنو رجال شنو سيوف أبو سفيان، هذا دين شنو تدنا نتقاتل؟ والله مرني أملأ لك الدنيا بالخيل والسيوف ونأخذ الحق ونغير عليهم. على تغير على منه؟ تغير على أبو بكر وعمر وتقاتلهم؟ الرسول يقول عني مزقت أمتي من بعدي؟ لا لا يا أبا سفيان، إنها ليست سلطة، هذه خلافة، أبدا لن يتقاتل المسلمين، وليست هذا، اذهب عني. هاي حادثة معروفة، أبو سفيان يريد يسويها معارك، تعال شلون تفوتك هاي مالتك. طبعا هو يعرف خاطر إذا صارت قريش خاطر يقولون محصورة بقريش، لأن قريش بني هاشم وبني أمية، علي ممثل بني هاشم وأبو سفيان كان ممثل بني أمية، خاطر خلاص من يصير علي تنحصر بني هاشم بقريش، يجي هو يسوي عملية والآخرين يختالون علي، تصير بعدين بني أمية، يعني العملية مخططة. لا لا اذهب اذهب، والله لن أحدث شيئا ولن أحمل سيفي على مسلم، هذا هؤلاء مسلمين، هذول رسول كلفني بالحفاظ على الوحدة الإسلامية، أبدا هؤلاء الناس مسلمون وسأكون معهم. فالإمام علي وقف مع الدولة التي هو عنده موقف فيها. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، نكمل الحديث اليوم في ذكرى أيام استشهاد الإمام علي عليه السلام، وتحدثنا خواطرا كثيرة في هذين اليومين عن حياة الإمام علي عليه السلام، وقلنا بأن الإمام علي قد زق النبوة زق الدين وهو صبيا صغيرا وطفلا قبل أن يبعث الرسول، فقد رافقه كما قلنا يذهب معه إلى غار حراء كي يساعد الرسول ويسأل ما هذه ويفعل ما يفعل الرسول، وبالتالي عندما نزل جبريل كان عليا فاهما لهذه المنزلة. يعني قبل أن ينزل جبرائيل علي كان الرسول فهم أن هنالك شيء عظيم، هنالك خالق جبار، أن هذا الكون لا يمكن أن يسيره هذه الأحجار الصماء، وبالتالي كان ذهني تجهز. فعندما نزل الوحي على الرسول وأبلغ علي، الإمام علي مباشرة آمن لأنه كان على استعداد تام. الله سبحانه وتعالى لم ينزل الوحي على رسول الله إلا بعد سنوات من العبادة، يعني الرسول مو رأسا من اختلف غار حراء نزل عليه الوحي خلاص، لا، فترة طويلة الرسول يتقرب إلى الله ويدعو هذا الخالق الذي لا يعرفه ولا يعرف ماذا يفعل، ماذا أنت أيها الخالق العظيم، لا أعرفك، لا أدري كيف أنت، عظيم أنت خلقت، لا أعتقد إلا أنك الكائن، أنك الشيء الذي خلق هذه الأشياء، ولا يمكن أن تستقيم الدنيا بوجود هذه الصماوات من الحجارة، فأرشدني يا أيها الكون العظيم، ارشدني أيها الخالق العظيم. فبعد فترة عندما الله سبحانه وتعالى بالتأكيد شاهد رسوله متهيئ وملتصق بنور الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الوحي، وعندما قال له اقرأ، بالبداية كان الرسول يأتيه ملك، شيء غريب عجيب، ما يعرف الله، لا يعرفه ولا يعرف شنو الهداية، رأسا ملك يأتيه ويقول له اقرأ، يعني كانت صدمة كبيرة جدا. يعني ماذا قال؟ اقرأ، وأنزل عليه القرآن، وبالتالي الرسول حمل هذه الرسالة، فكان أول شخص بلغه علي بن أبي طالب.
قال الآن اهتديت وعرفت الخالق العظيم، فقد أرسل إلي جبرائيل وأرسل القرآن وأنا رسول الله إلى البشر، سأحمل قرآني إليهم. فآمن به علي مباشرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمدا رسول الله. فعلي كان مهيئ سنوات، هو مهيئ فيه نور الهدى. هذه القضية إخوان لها أبعاد، ولذلك يقول لك علي كرم الله وجهه. لماذا كرم الله وجهه؟ لأن علي من هو طفل كان مع الرسول، وبالتالي كان يرفض الأصنام، لأنه الرسول كان يرفض الأصنام، وبالتالي مع الرسول هذه شنو، هذه حجارة صماء كذا 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 كذا. الطفل هذا علي عرف بأن هذا حجارة صماء، وذلك لم يسجد صنم، وذلك سمي بكرم الله وجهه، أي وجهه كريم، لم يسجد إلا لله، فسمي بكرم الله وجهه. كل الصبي طبعا أنا نبات أسمع، يعني ذاك اليوم شفت يوتيوب رجال دين عمامته مش كبرها، سلو قالوا له أنت وديت رسالة من فلان إلى عبد الناصر على إعدام سيد قطب، شنو؟ قال إيه خلينا هذا، لأن سيد قطب قال إنه علي والصحابة يشربون خمر وهذا رجل دين، يقول إيه ما هو كان طبيعي. أخي من قال لك كان طبيعي شرب الخمر؟ يعني نعم شرب الخمر قبل أن تنزل آية منع الخمر، ولكن علي بن أبي طالب من هو صبي لم يشرب الخمر. علي أولا بني هاشم يختلفون عن بني أمية، بني هاشم بني أمية كان يسمحون لنسائهم أن يسوون رايات، يعني تروح تسوي لها خيمة ويجون الناس عليها، يعني ذوي الرايات الحمراء، إلا الهاشميات كان ممنوع ما يسوونها. ثانيا بني هاشم كل العرب كانوا يشربون خمر، بني هاشم كانوا لا يسمحون للصبيانهم أن يشربوا الخمر إلا بعد أن يبلغ 18، البعض يقول 16، يعني الأطفال في بني هاشم ممنوع عليهم يشربون الخمر، وهو آمن 10، فشلون بعد شربوا الخمر؟ منين جبتوها هاي؟ علي وذلك رسائل جامعية، وهذا يعني فد شيء غريب عجيب. علي آمن عمره 9 سنوات 10 سنوات، وقبل 3 سنوات 4 سنوات هو طفل مع محمد الرسول الذي يهدي، الذي ضد الخمر، ضد الأصنام، ضد النفاق، ضد الكذب، الصادق الأمين، المادر إيش، هذا كله كان يمارسها الرسول وعلي معه. فشون كانوا يشربون الخمر؟ يعني الصحابة كانوا يشربون الخمر قبل أن يسلموا طبعا، شربون، وحتى في بداية الإسلام كانوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان يجون ويصلون وهم سكارى، بعدين نزلت آية تحريم الخمر. نعم البعض من المسلمين صاروا مسلمين وكانوا يشربون الخمر، بعد ذلك جاءت آية التحريم، لكن علي لا، علي عمره 3 سنوات هو ويا الرسول 4 سنوات، وكان الرسول يناجي ربه هذا، وعمره 10 سنوات نزلت، شو وقت بعد هذا؟ فمنين تجيبون هذا الكلام؟ يعني منين؟ فحالة غريبة. أولا أخلاقيات مكة كانت عند يعني القريش، بني أمية يختلفون أخلاقهم عن بني هاشم، بني هاشم كان لا يمارسن البغاء، أمية بني أمية بنساهم يسمحوا لهم يفتحوا الرايات، يسمحوا لهم تحط راية وهذا. الهاشميات لا توجد هاشمية قبل الإسلام عملت كانت من بواية الرايات. أعطوني التاريخ الإسلامي كله، أعطوني واحدة من بني هاشم سوت راية حمراء، بس من بنات أمية هواي، أغلبية هواي من بنات أمية قبل الإسلام كانوا مسويات رايات، يحطن خيمة وراية حمراء وتعالوا الناس تحج وتروح تسوي هذا وتجي، جزء من الحج أن يعني تروح تسوي الممارسة الجنسية، جزء من الحج. فكان الأمويات يسوونها، بس هاشميات لا،
والخمر كان يمارسوه كلهم إلا بني هاشم، إلا الهواشم كانوا لا يسمحون بالخمر دون الثامن عشر أبدا إطلاقا، لم تصل بعد، حتى كان يسموا عمر الخمر لم تصل إلى عمره بعد، يعني لو شافوا واحد صبي يشرب الخمر يعلفوه يبسطوه يأذوه، يعني تعال كيف بني هاشم يعني بعدك مواصل. فعلي ولد علي عمره 10 سنوات صار مسلم، قبلها كان تربى في حضن الرسول. فمنين جبتوه؟ اكو ناس يعني صحيح يجي لابس العمامة بس ما ادري يابا انتم اللي تطلعون بالتلفزيون دير بالكم وعودين، ترى مو كل واحد هاي الكاميرات خبلتكم، خبلكم التلفزيون، خبلتكم الفضائيات، كلهم يرسلون النجوم وهم يحطون مكياج. يعني انا استغربت اكو ناس يعني رجال دين يجون بالبرامج يحطون الملاعيب هاي، هذا اضحك لهم بابا الله يعيب عليكم، ترى ما يصير، احنا صار لنا 40 سنه نقدم برامج ولا في اليوم حطينا هاي الملاعيب العيد. النجوميه خبلت العالم، ولذلك هذا باسم النجوم قام يحشون بكيفهم، وتعال صلح، صلح بالتاريخ وصلح بالايش وصلح بالهذا. اخوان هواي اكو ناس بدات هذا، طلع واحد طالب ما ادري ايش يعني ما اريد اقول اسمه، طالب اسمه طلع بالتلفزيون هو عمامته على قضيه اغتيال اعدام سيد قطب، وارسل المرجع قال له هذا، يعني القصه تشوفوها باليوتيوب. يعني القصد اخوان احنا دروج لاشياء مصحيحه، يجب ان تفهمون التاريخ ويجب ان تفهمون الشر ويجب ان تفهمون علم التنزيل، يعني هاي شو وقت نزلت وليش، اكو لعب اخوان، واكو مرت على بعض الناس سذاجة، واكو ناس قعد المنبر خبله، هذا من يقعد يتربع سيد الكون يحكي كيف وينطلق ينطلق ينطلق يحلق، وبالتالي نوبات تطلع اشياء مصحيحه اخوان. يعني انتم تعطون اسلحه لاعداء الاسلام، واسلحه لاعداء المذهب، واسلحه لاعداء ابي الحسن وللموالين وغيرها، ببساطه ببساطه هيك تعطوها مجانا، يعني مجانا. فالقصد انه هنالك كارثه اخوان، كارثه، هذا التلفزيون وهي الفضائيات خبلت الدنيا، هاي اليوتيوب والنجوميه خبلت الناس، الكل تصير نجوم، رجل الدين على ما ادري شنو، على رجل السياسه، على شنو، على الفاشينستات، على خبطه، الكل تريد تصير نجوم، يا ادري تصير نجوم طلع لك فد شيء عظيم عظيم بحيث الناس تعرفك من خلال كلامك العظيم الرائع الدقيق ومن شنو، مو تنطلق لي اخوان. يعني اكو مشكله، يعني انا اعاني منها بصراحه، انا اعاني منها ويا بعض الناس، تعال صلح يا بعض الشيخ، ادري الشيخ شنو منزل اخوان، فاحنا انا احكي كلام نوبات بعض الاحيان فيه شويه حساسيه، ولكن لا والله لا تاخذنا في الله لومه لائم، ولا تاخذنا في الحق لومه لائم، واللي يسعل يسعل، احنا نريد نرضي الله ونرضي الدين ونرضي منهج ابي الحسن عليه السلام. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد، ونحن نكمل الحديث عن، وكنا قبل الفاصل نتحدث انه الكلمات دقيقه، ابو الحسن عليه السلام يذكر الكلمات بدقه، لم يقل مملكتي لان عمره لم يؤمن بالملك ولم يكن هنالك ملكوت له ولم يكن يؤمن بالملكية. الإمام علي قال في ولايتي في دولتنا، أي يطلب الناس في دولتنا أو في ولايتي، وبالتالي بعض الكلمات قد تأتي، الكتب تكتب بعض الأحيان وتمر يعني، ولكن الكلمة لها معنى. أبو الحسن بليغ الدنيا بليغ الزمان، تعجز عنه الكلمات، قل مملكتي يعني. فالقصد انه كله بعض الاحيان الكتابات تنطلي، يعني يجيك واحد كتبها
قال لك هذا، وبالتالي تمشي ومن يقرأها واحد تصير مملكتي وغيرها وغيرها وغيرها. أبو الحسن أدق الناس في استخدام اللغة العربية، ونهج البلاغة واحد من الإشارات التي تحدث عنها بها الإمام علي، وبالتالي كانت نبراسا للبلاغة. هنالك كلمات لم تقلها العرب من قبل، وهنالك دراسات كثيرة عن أن علي بن أبي طالب استخدم ما عدا مما بدا مثلا، كانت واحدة من الأشياء التي البليغة. وأيضا هنالك يعني كثيرة لا أريد أن أطيل فيها. أبو الحسن كان أضاف للغة العربية وكان دقيقا، ويستخدم الحرف بمعناه ويستخدم الكلمة بمعناها. المملكة تعني ملكا، الملك يعني ملكا، وبالتالي هذه مفردات تستخرج هذا. وعلي بن أبي طالب أكثر الناس علما باللغة وبالبلاغة، ويعطي لكل إشارة معناها. لكن كما قلنا بعض الأحيان الكتاب توصل يقراها واحد يعني، وبالتالي ليس متقصدا هو بالتأكيد، يعني حاشا لأي رجل أن قالها، ولكن هي طبعا الكتابات تمر عليها، وبعض الأحيان تصير الكلمة تمر أو زلة لسان أو شيء من هذا القبيل. يعني أبو الحسن عليه السلام بنى دولة فيها لا يظلم فيها يظلم فيها أحد، ودولة العدل الكاملة. بالعكس، علي كان ضحية عدله يعني، وضحية القانون المطلق، وبالتالي هو لم يجامل. وذلك كل أولئك الذين كان إيمانهم ضعيفا هذا انفضوا على علي بن أبي طالب بأنه لا يجامل، يخطأ اللي كذا يعنفه، اللي كذا ما لا يوجد أبدا إطلاقا، لديه خط ثابت واحد هو يسير على مسطرة. مسطرة علي بن أبي طالب عليه السلام هي القرآن، هذه المسطرة. أي شيء يخرج قيد أنملة عن هذه المسطرة الإمام علي ينبه عليه. بعض الخلفاء بعضهم يقول لك لا والله إنه هذه كذا وشنو يعني مراعاة ويخففها، لا علي بن طالب ما عنده، يسعى لهذا، هاي المسطرة كذا كذا، أنت أخطأت وضربت لكم مثلا عند القاضي الذي أعطاه الحق، لا والله أنت لم تنصف، قلت لي يا أبو الحسن، شلون تقول لي أبو الحسن؟ كنيتني، لازم تقول لي باسمي يا علي، وقلت لي اجلس، شلون تقول لي اجلس وأكو خصم، وقلت لي أنا أحكي وهو بشتكي عليه، شلون أنا هو يحكي، لازم أقول واحد. فقرر الكيس رغم أنه أنت أنصفت أعطيت لي الحق، ولكن مع ذلك لم تنصف في 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 الحكم، الحكم له. فحتى القاضي اللي قرر له الحق عنف الإمام علي، قال هذا مو اسلوب حكم. مسطرة عنده، مسطرة دقيقة، ما الليزر أي شعراية تزل لا. فلذلك الإمام علي ما عنده شغلة بالدنيا، مقاييسه ليس الدنيا، مقاييسه مو والله رضا فلان ورضا علان أبد. قالوا له يا أبا الحسن، وهذه نصيحة كانت من مغيرة وبعدين من ابن عباس، يعني قالوا له معاوية ولي يوم، خلي هو مو رافض خلافتك، اجعله والي، ومن راح يجعل والي راح يبايعك خليفة، بالأخير يصير عندك السلطة أن تعزله، ما يقدر يقول لا تعزله. قال لهم، وثاني يوم عزله، قال لهم وما أدراني ماذا سيفعل في هذه الليلة، يعني بهذه الليلة راح يسوي أفعال أنا مسؤول عنها، أنا وليتها خلاص، أتحمل جريرتها يوم القيامة خلاص، أنا لا أشتري الملك بالجور أبدا، ما ولي خلاص يا أبا الحسن، إن هذه ستفعل كذا وتحتقن الدين. قالهم لا، الحق حق، الحق يعالج بالحق، والدنيا تسير على معيار واحد دقيق لا خلاف فيه. ما خلي أخلي ساعة، ما خلي، لأن بهاي الساعة هو والي بأمري، راح يسوي كذا كذا كذا، أنا كلها أتحملها أمام الله، الله راح يقول تعال أنت وليته، هو التمسؤول عليه هذا. شوفوا انظروا إلى مقياس الحكم، أبدا
يا أبا الحسن إن العقل هم لا عقل، الحق فوق العقل والحق فوق العدل. الحق ما عندي، مسطرة ثابتة، هذا علي بن أبي طالب إطلاقا إطلاقا لا يحيد عن شعرة عن الحق، هذا رجل الحق. ولذلك الناس الآن يدعون أنهم يسيرون على نهج علي، هذا نهج علي، المسطرة مال علي، تمشي المسطرة مال علي، أنت من أتباع علي. والله أنت تقول لا وأكو ظروف وأكو مدري شنو وأكو محاصصة وأكو مدري شنو وأكو هذا وأكو الجرة الاقتصادية، أنت من أعدائي علي. كثير من الذين يدعون أنهم يسيرون على نهج علي هم من أعدائي علي، لأنهم يقيسون بمسطرة غير مسطرة علي، بل يقيسون بمسطرة معاوية ويزيد. الآن كثير من الناس يدعون هذا، مقياسهم مسطرتهم هذا، شوف يبنون قصور ياخذون شنو، لا مو هي ظروف سياسيه، لا مش لا والله ماكو شيء. انت تريد تقول اني سير على نهج علي، تمشي على الحق، ماذا تقول؟ لا تقول اني ماشي على نهج علي، يقول انا سياسي. السياسه فيها زياده نقصان، الحيد عن الحق ما شنو. علي ما عنده سياسه، عنده حق. فلا تقولوا لي احنا من اتباع علي، خلاص انت مو تتبع علي، تتبع علي المسطره مال علي، مسطره علي انت ما تقدر ما تقدر عليها، لا تحجون بها، لان هذا مقياس خاص. قولوا احنا سياسيين، احنا طلاب سلطه، احنا نريد كذا، احنا نريد نقيم دوله، اوكي ماشي روح سياسه، هاي سياسه تتطلب هذه نوع من هذا ومشي. اما انت تقول لي انا اسير على نهج علي، لا انت ما سير على نهج علي، ماكو أبدا إطلاقا. وذلك قال والله إن معاوية ليس بأدهى مني. شنو معاوية هذا؟ أحطه هنا يعني، من معاوية؟ ولكنه يكذب ويهجر ويقتل ويسوي ويغدر ويغدر أنا ما أغدر، لا أكذب، لا أنافق، لا أرشي، لا أقتل، هذا كله يسويها معاوية، هو مو أدهى من عندي، أنا أقدر أطقه، بس أنا أريد أغلب بالحق بالمعيار الإلهي الثابت، ماكو عندي. ولا شنو معاوية مقابل، شنو معاوية مقابل علي، شنو معاوية مقابل علي؟ والله هزلت الدنيا عندما قيل علي ومعاوية. منو معاوية؟ منو معاوية؟ معقولة هيك الميزان خرب يعني؟ فهذا شنو هذا؟ منو هذا؟ بس هذا الرجل يلعب يقتل يسوي يرشي، هذا يريد طالب الدنيا، أنا ما أريد الدنيا، أنا أريد الآخرة، أمشي بالحق. هذا المقياس. فكثير من الناس يعني خلي يغيرون هاي النبرة، ما نحن تشوهون، ما تخطئون مرتين، أولا أنتم مو أتباع علي، ثانيا أنت تشوهون صورة علي، هم تحاسبون علي. هاي لا تقول لي إحنا ساير على نهج علي ابن أبي طالب، نهج علي نهج خاص، هذا علي بن أبي طالب. وذلك الإمام علي أقام دولة العدل، ماكو بها، القانون كان ثابت لا يظلم به أحد، أي قاضي يرتكب أي شيء يروح الإمام علي ينفذ القانون، أي شرطي يقوم بعمله يروح الإمام علي، مستحيل أبدا إطلاقا، كان ينفذ القانون على أقرب الناس إليه، ما يقبل ولن يسمح ولن يجامل، حتى وإن كان مصيره بيد فلان أيضا يحاسبه. هذا هو مقياس علي بن أبي طالب. وذلك إحنا ضيعنا هذه الدولة التي أقامها 4 سنوات ونص الإمام علي. يابا أسأل أي واحد، يابا علي شو سوى بالكوفة؟ ها حاربوه صفين والنهروان ومعركة الجبل. زين هو علي من كان 4 سنوات بالكوفة، مو كل 4 سنوات ونص يعني، قسم لها في المدينة كان 4 سنوات. الإمام علي سوى بالكوفة، ها كان يقاتل أخوان. الإمام علي خلق في الكوفة نهجا علميا ثوريا، البلاغة ظهرت في الكوفة عند علي، اللغة العربية، التنقيط، القواعد، الشعر العربي العظيم، الفقه كله بدايته كتب في دولة علي،
صارت أكو شيء اسمه آراء مدرسة. مسجد علي بن أبي طالب كان مسجد للنقاش والآراء والأفكار، بدأت ما يسمى بالأفكار، بالفقه. الفقه الإسلامي كتب في دولة علي، الفلسفة الإسلامية كتبت في دولة علي، اللغة العربية، المنهج، العلوم. العلوم إخوان، حتى العلوم هاي الكيمياء والفيزياء ومشون بدأت مناهجها الأولى عند دولة علي بن أبي طالب. هذه كلها تنسي. نحن أبخسنا حق علي بن أبي طالب، والله سينظر إلينا نظرة وسنخجل من أنفسنا نحن الذي ندعي ولاءنا للإسلام ولعلي بن أبي طالب. نحن نقول علي بن طالب لأن علي بن طالب كان يمثل الإسلام بأصعبها صوره، بعد محمد كان علي يمثل الإسلام، لأنه علي ابن مدرسة الرسول، وهو باب علم مدينة الرسول، ورسول صنيعة الله، وعلي صنيعة محمد. وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء مع رق تحياتي.